والله كنت مرعوبة، وقعدت أقول محمود مروان ولنور والأستاذ عادل إمام، قلت لهم امشوا في الريد كاربت بالراحة علشان أنا عارفة أن أنتوا حطيروا، وهي يا دوبك هي المشية دي أهم حاجة في الريد كاربت. قعدت أدي مروان درس، قعدت أقول للأستاذ عادل بالراحة يقول لي اعمل لي كده، نور قال لي طيب أنا همشي معاكم. فعادل نزل هو ومروان قبلينا، وانا ونور بعد عادل، وعلى بالنا لما نزلت من العربيه ما لقيتش ولا مروان ولا عادل. قلت له ايه؟ قال لي مفيش، ما اقعدش، ما اعرفش امشي انا بالراحه كده زيك. احنا قعدنا انا والاستاذ نور كتير، لانه ابتدوا يصوروا فينا كتير جدا جدا، فاضطرينا ان احنا نقعد كتير. هم بقى بيتفرجوا علينا من جوه، دخلوا اتفرجوا علينا. بدي اذكر بانه عمارة يعقوبيان اختاروا هذا الفيلم بالبانوراما بمهرجان برلين السينمائي، والبانوراما هو من بين 128 جنسية بيختاروا 20 أفضل فيلم، ومن ضمنهم عمارة يعقوبيان. طيب سيبك من عمارة يعقوبيان، خلنا نجي ونتكلم في الحب بقى. يلا بقى، يلا نتكلم في الجد. تحب الكلام في الحب؟ بموت في الفيلم ده. يعني شفت يسرى جديدة، شفت إحساس مختلف، شفت مخرج باصص لي من عين مختلفة عن أي مخرج تاني. يعني يوم علي إدريس اللي هو المخرج بتاعنا في كلام في الحب، بص ليسرى، بص لها وكتب الموضوع. وعلى فكرة هو كتب الموضوع هو ومراته الحالية، كانوا لسه ما يعرفوش بعض، وبعدين حبوا بعض من خلال كتابة الفيلم، وبعدين اتجوزوا قبل ما أعمل الفيلم. قلت لهم متهيألي هتخلفوا قبل ما أصور الفيلم، فلازم تلحقوني أصور الفيلم الأول. فده اللي حصل، يعني الحمد لله لحقتهم دلوقتي. طب هيدا الفيلم كلام في الحب، وكلام في الحب